صانع السعادة يعني ومدير سعادة عالي فيها دلوقتي. الأول أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي كريم وشوشة، أنا 3D Environment Artist و Lighting Artist. في البداية كده بس علشان الناس، كم حد هنا يعرف 3D وكم واحد عارف يعني Environment؟ ما شاء الله الحمد لله في عدد كبير. طيب علشان الناس اللي مش فاهمة يعني إيه Environment، هو عبارة عن إن أنا بصمم يعني بحاكي الواقع بالمعنى الأصح، إن أنا عندي مثلا قاعة زي ديت أو مثلا شارع أو أي حاجة زي، طبعا مكان بيتكلم زملاء قبلينا، أنا بحاكي الواقع بالظبط، إن أنا بخلي الحقيقي ده أنا بعمله 3D وبقدر أتحرك فيه زي ما أنا عايز، زي ما بنشوف بالظبط في الأفلام اللي بتعملها بيكسار زي توي ستوري وراتاتول والأفلام الكتيرة دي. أنا بقالي 15 سنة في المجال، بس في 3D الانفايرمنت نفسه تخصصت بدأت من 2009. معلش ممكن نبدأ البرزنتيشن. أنا دايما لما بطلع في أي ورك شوب بحاول أفهم الناس إن الموضوع الـ 3D مش مجرد تولز أنت بتستخدمها وبرنامج سوفت وير بتروح تاخده في شهرين ثلاثة وبتشتغل بيه، أنت راجل بقيت خلاص راجل 3D. في جانب كبير قوي كده للأسف إحنا ما نفهمهوش في الوطن العربي، هو اسمه البيزكس اللي للأسف محدش بيتعلمه. في حاجات أساسية لو أنت فهمتها، زي ما كانوا بيتكلموا قبل كده، مثلا انت علشان تكون راجل انيميتور لازم تتعلم تمثيل ولازم تتعلم ارتجال، ده اسمه البيزكس. نفس الموضوع بالظبط برضو لما نيجي نتعامل مع حاجه اسمها 3D environment. طيب اول سؤال، معلش يا جماعه ممكن نشغل بس البرزنتيشن. البرزنتيشن يا جماعه اول حاجه الناس بتسالها دايما هاو تو ستارت. ناس كتيره قوي علشان تخش مجال 3D، 3D زي ما اتفقنا كده ان مجالاته كتيره قوي واسعه قوي، فاكتر مشكله بتواجه الناس او بتخليهم متوترين ومش عارفين يعملوا ايه، وفي ناس بتبتدي في المجال وبعد كده تسيبه وترجع لكلامها وتقول لا مش ده اللي انا كنت عايزه، عشان ما سالوش نفسهم الاول انا ابدا بايه. البرامج 3D في برامج كتيره قوي المفروض ان هي دلوقتي هتتعرض، بس لما يشغلوا البرزنتيشن فكان نتكلم في البدايه لازم الاول تعرف انت هتتخصص في ايه. طب انا بتخصص في ايه على اي اساس؟ على اساس الحاجه اللي انا حاببها. وببساطه كده احنا عندنا كام برنامج، في برنامج اسمه 3D Studio Max وده اللي انا بشتغل عليه، وفي برنامج اسمه Autodesk Maya، وفي برنامج سينما 4D زي الاستاذ طارق ما اتكلم عليه، دول بتاع يعتبر اشهر ثلاث برامج 3D. وفي برامج ثانيه مساعده زي الهوديني والحاجات ديت، بس مش هنتكلم عنها دلوقتي. لما باجي بتكلم البرامج دي هي ليها تخصصات، طبعا البرامج دي كلها بتعمل نفس الشغل. السلايد اللي بعديه بعد اذنك. ماشي بعديه تمام. دولت بيعتبروا اكتر اربع برامج 3D مستخدمين في الورلد وايد، يعني في العالم كله. لما باجي بتكلم هناخد اول حاجه 3D Studio Max. مبدئيا كده لو انت راجل اركتكتشر يعني راجل معماري او راجل عايز تتخصص في الجيمنج، مش هتفكر في اي حاجه ثانيه غير ان انت تروح تتعلم 3D Studio Max. ففي البدايه انا بفكر انا عايز ابقى ايه، او انا عايز ابتدي في انهي كارير بالنسبه لي، فلازم اختار السوفت وير. لو انت راجل حابب ان انت تشتغل في الشغل الانيميشن وهتعمل شغل زي افلام بيكسار وتحرك كاركترز وتعمل شغل كرتون وموفيز، هتتعلم الماي بلس طبعا الفيجوال افكتس اكيد، يعني الماي برضه بيساعد فيه شويه بس مش قوي. اللي بعديه السينما 4D، هو بيور موشن جرافيكس. لو انت راجل عايز تتخصص في الموشن جرافيكس زي الاستاذ محمد زي زور بيتكلم، هتتعلم السينما 4D بلس. كمان لو انت راجل حبيت تشتغل في شغل الادفرتايزنج ايجنسي، ناس ممكن تكون هنا موجوده بيشتغلوا في شغل، بيشتغلوا في ايجنسي مثلا بيشتغلوا شغل 2D، علشان تكون ارت دايركتور بتنتقل من مرحله ان انت راجل شغال فوتوشوب لان انت يكون معاك بلس برنامج 3D عشان تقدر تعمل لهم الفوز ديزاين. لو انت عندك باكينج تقدر تعمل لها شكل 3D، فلازم تتعلم برنامج. فاسهل برنامج ممكن تتعلمه هو السينما 4D، ده اللي هيفيدك قوي في شغل الادفرتايزنج ايجنسي. لو انت راجل بقى حابب تتخصص في شغل الفيجوال افكتس بقوه عشان تشتغل في شركات كبيره زي مارفلز وكده، هتتعلم على طول الهوديني لان هو متخصص اكتر سيميليتد، بتعمل انفجارات، بتعمل النار، مش عارف ايه، كل ده الهوديني. فدولت اكتر اربع برامج هتشتغل عليهم، ودولت اللي لازم تسال نفسك في الاول انا هبتدي ازاي. في ناس بتيجي تقول طب انا مش عارف انا هتعلم ايه، يعني انا عايز اشتغل 3D وبرده انا مش عارف انا هعمل ايه. لا صدقني انت
طالما دخلت برامج موضوع 3D الاول لازم تعرف ايه هو 3D. طبعا استاذ محمد زوز طارق اتكلموا كتير عن المجال وقالوا يعني الكارير بتاعه عامل ازاي، فانت خلاص انت بمجرد ان انت بتفكر هتبدا تقول طب انا دلوقتي راجل عايز اكون موديلر مثلا، يعني هتستخدم شغل الموديلنج وهنتكلم عنه دلوقتي، فانا هستخدم مثلا 3D Studio Max او مايا. راجل معماري ما ينفعش ابدا تروح اي برنامج تاني غير 3D Studio Max، لانه هو مخصص اكتر للشغل الاركتكتشر وبيساعدك اكتر في الموضوع ده. فلما انت تفكر في ده وتقرر اني برنامج هتشتغل عليه، اعرف ان انت عديت خلاص بنسبه مثلا 60% من الحاجه اللي شغلاك. احنا زمان ما كانش عندنا حد بيقول لنا كده، لان ما كانش فيه اي سورسز نتعلم منها او نبقى فاهمين. انا لما ابتديت 3D انا ما اعرفش هو ايه 3D Studio Max. انا كنت بسال بقول انا حلم حياتي اعمل فيلم زي فاينل فانتازي، كان زمان كده بيتعرض على كليب بتاع عمرو دياب، صدقني خلاص ده كان بدايتي. يعني ده انا اول ما فكرت ان اتعلم 3D سالت نفس السؤال ده. واحد قال لي في برنامج اسمه 3D Studio Max وبدات فيه، بس ولحد الان انا بعاني. انا راجل حلم حياتي ان انا اشتغل في بيكسار. بيكسار من اكبر شركات الانيميشن في العالم، يعني هي مفيش اعلى منها تقريبا يعني، وهي المنتجه اعظم الافلام في الكون يعني. هما بيشتغلوا بمايا وبيشتغلوا بحاجه اسمها رندرمان، انا ما بشتغلش في الحاجات دي. فبدات ان انا اتعلم الكلام ده وبدات ان انا ابتدي تاني من الصفر. فعلشان انت بقى تكون عديت 15 سنه من حياتك وانت بتتعلم حاجه وفي الاخر بتعرف توصل لحاجه ثانيه، هتعاني خاصه لما السن معاك بيكبر. فاول حاجه زي ما اتفقنا لازم تقرر انت هتشتغل ده. طب ده كفايه؟ لا، بعد اذنك السلايد اللي بعديه. معلش غير دي غلطه. في برنامجين مهمين قوي اسمهم ZBrush وSubstance Builder. ده ايه وده ايه؟ انا لما باجي بعمل اي شغل انفايرمنت او موديلنج بيبقى في حاجه اسمها سكلات. يعني انا دلوقتي مهما كان برامج 3D مش هدي لك الديتيلز والتفاصيل. معلش خلينا ننزل السلايد اللي بعديه كده. منظر زي ده انت عندك حاجات كتيره هنا قوي هتحسها ان هي فلاتنج، يعني هتلاقي مفيش ديتيلز فيه، مثلا البيت مش عارف ايه عباره عن بلوكات مربع بوكس مش عارف ايه عامل لك بلوكينج. بس لما تيجي تشوف مثلا الارض او الحيطه اللي ورا دي فيها ديتيلز. الديتيلز دي بقى علشان تتعلمها دي لها حاجتين. اول حاجه ان انت لازم تتعلم الزبرش. بس قبل كل ده للاسف ناس كتيره مش قادره تفهم ان احنا بنحاكي الواقع. مفيش حاجه في الكون كله بتيجي من فراغ. بيكسار، مارفلز، اي شركه في الكون بتشتغل شغل جرافيكس هي بتحاكي الواقع. لما تيجي تشوف مثلا فيلم زي جانكل بوك بتاع كتاب الادغال، انا بالنسبه لي ده من اعظم الافلام اللي اتعملت. الناس دي بياخدوهم بيودوهم في مكان جانكل، بيودوهم في غابه وبيقعدوا يدرسوا كل حاجه. الناس اللايتنج بتقعد كده بتصور بكاميراتها بتشوف اللايتنج. الناس الانفايرمنت اللي هتعمل شغل الفورست والحاجات دي بيعملوا الكلام ده. للاسف احنا ما عندناش ده. احنا عندنا تعالى ننزل اعلان يعني احسن ورك شوب، احسن كورس 3D Max اتعلم الاحترافيه في شهرين. انا بالنسبه لي ده اسمه نصب وبلح، لان انا في الاول في الاخر انا بعلمك بدي لك التولز بتاعت البرنامج. بس هل انا قلت لك التولز بتعمل ايه؟ ولما هتشوف اغلب الكورسات تعالى يا ابني صمم الاوضه دي. طب ماشي انا صممت الاوضه دي، الاوضه دي انت اللي جايبها مش انا اللي جايبها. بس لو انا جيت قلت لك انا بعلمك التولز دي زي ما استاذ طارق يتكلم، هو بيقول انا بدرس للناس التولز بس، بعد كده انت المفروض كريتيف. طب انا كريتيف ازاي؟ انا دلوقتي عندي ديسك زي ده، حاجه زي دي، لما انا اجي اقول لك صممه لي وانت اعلم انت شايف اي حاجه هتطلعه غلط 100% هتطلعه غلط. اغلب الناس اللي ابتدت 3D هتلاقيهم في بدايه تصميماتهم هتلاقي كان عامل لك مثلا كرسي 2 متر وهو مش عارف، او ممكن كرسي مثلا يكون 20 سم. هل ده واقعي؟ مش صح. وفي توتوريالات كتيرة قوي كده يعني. بس لما انا باجي بتكلم في محاكاة الواقع، لا انا باجي بقول ان ده طوله مثلا، انا بقيس على طولي، انا مثلا طولي 160 سم، فده مثلا طوله متر، انا هعمله متر. طب انا بشوف الخشب ده من كام سلايد؟ 1 2 3 4 هعمله كده. طب ده معمول من ايه؟ من بوكس؟ طب معمول من سفير؟ طب معمول من سلندر؟ بعمل حاجة اسمها تحليل المجسم. الحاجات دي اسمها البيزكس، دي الارض اللي انا بحط عليها رجلي. قبل ما ببتدي بسال نفسي السماعه دي معموله من ايه؟ من بوكس. طب انا هبدا اعمل بوكس، بعمل البيزمش بتاعي اللي هو عباره عن بوكس زي اي برنامج 3D بيديهولك. طب انا عايز اضيف الديتيلز، خلينا بقى ننزل شويه السلايد اللي بعده. ده ببساطه الفرق ما بين برنامج 3D
وان انت بقى تضيف الديتيلز بتاعتك. الديتيلز دي انا بضيفها على اي اساس؟ على اساس عيني. عينك دايما هي بالمعنى الاصح الكاميرا اللي بتلقط كل حاجه. لو انت لو انا جيت دلوقتي قلت لك انا عايزك تصمم لي سرير في مستشفى، سرير في مستشفى، مش هتعرف تصممه. اول حاجه لازم تبدا تروح لها الريفرنس. الريفرنس اللي انا بخش على النت بكتب سرير في مستشفى مثلا، وانا ما اعرفش حتى انجلش يعني، واجيبه وابدا اشوف شكله. بس مهما كان الصور مش هتدي لك مش هتدي لك كل الديتيلز. فانا المفروض ان انا بعمل ايه؟ اول قاعده تتعلمها علشان تبقى راجل انفايرمنت ارتست، جيتها كاميرا. لازم يبقى معاك كاميرا ايا كان نوعها، ان شاء الله كاميرا 6600 معاك كاميرا. طول ما انت ماشي صور، صور اي حاجه حواليك. دايما عينك هي اللي بتلقط، وفي حاجه في مخك كده بتستوعبها فيما بعد، بتلاقي نفسك انت عارف ان الحاجه دي صح او غلط. زي ما هنشوف بالظبط اللي بعديه. معلش استنى لحظه، ده الفرق مثلا لما انا بعمل بيز مش في ال 3 دي ماكس وبدخله على الزي برش. لو انا مش قادر اشوف الحاجات دي في الواقع، او انا مش قادر افهم ان الطوب ده ما ينفعش فيه، طبعا الناس بتصمم الطوب ده كله حته واحده، فبتلاقي في الاخر ان الطوبه زي الطوبه دي زي الطوبه دي. هل ده في الواقع حقيقي؟ لا، انا مش عامل سيراميك. حتى السيراميك بيبقى فيه اختلاف شويه. فلازم تبقى عارف ان انت وانت بتتعامل مع الموديلنج في مرحله اسمها احترم الواقع. اي حد في الدنيا، في حد اتفرج على فيلم كوكو الاخير اللي بيكسر؟ ما شاء الله حلو قوي الفيلم ده. الناس دي راحت قعدت سنه ونص في قريه مكسيكيه. كل حته، انا لما بقول كلمه بيكسر والله يا جماعه الاسم بيبقى اشهر، كل حته اتعملت في الفيلم دي هي محاكاه للواقع. حتى الفرقه بقوا قاعدين كده بيتفرجوا عليهم وبيصوروهم. موانا الفيلم بتاع موانا اللي عاملاه ديزني نفس الموضوع، خدوهم في جزيره ونفس كل حاجه، مفيش حاجه تملي الفراغ. باستثناء بقى انت بتتكلم في مثلا في شغل بقى الستار وورز والحاجات دي بيبقى كلها خيالات بقى. بس طبعا برضو انت عندك بيزكس، يبقى عندك حاجات. يعني لما بيجي مثلا راجل يعني دايركتور او حاجه وبيجيب ناس تقال قوي بيرسم بقى الشغل الهارد سيرفيس والحاجات دي، برضو بيبقى بيستعينوا اوقات بحاجات من ناسا عشان يقدر يعمل الحاجات دي. فاول قاعده عارفها ان مفيش حاجه بتيجي من الفراغ. اي حاجه في حياتك انت بتعملها بتيجي من الواقع. فعشان تكون راجل 3 دي ارتست ناجح، بص للواقع اللي انت عايش فيه. انا لما ابتديت اتعلم كنت بجيب كوبايه قدامي واحطها قدامي وابدا اصممها. لو انت وصلت للكوبايه دي اعظم من انت تكون عملت سين كبير قوي ما فيهوش اي نوع من الواقعيه. الكوبايه الواحده تكفي. بالنسبه للربح، في ناس كتير قوي شغاله اسيتس. اسيتس دي معناها ان انا بس انا دلوقتي عندي جيم او عندي فيلم. الفيلم ده موجود مثلا شوت في مطبخ زي فيلم مثلا راتاتول. المطبخ ده عباره عن حلل، بوتاجاز، مش عارف انوار، مش عارف ايه. انت بتبدا تجيب ريفرنس لكل جزء من ده وتصممه. لو انت طلعته واقعي، موديلنج، بيكتشر، ريندرنج، كل حاجه، انت خلاص انت تصميمك عديت بيه. يبقى انت وصلت للمرحله اللي خلاص انت مش محتاج حاجه ثانيه بمعنى اصح يعني. انما للاسف اغلبيه الناس بيكسلوا يتعبوا، ما بيحبش ياخد وقته في التصميم، ويقول لك انا ممكن يجيب كونسبت النهارده كمان 3 ايام نطلعه. مفيش الكلام ده. في ناس تقال جدا بيقول لك اهم حاجه ان انت تاخد وقتك قوي وتسال نفسك هل الشغل ده واقعي ولا لا. لما انت بتفنط الموديلنج بتاعك حته حته، لما بتيجي في الاخر بترصه في السين بتاعك الدنيا بتختلف معاك. فخلينا كده ننزل على السلايد اللي بعديه. بالنسبه للعين، لو اي حد ليه في المجال ومش شغال في المجال، لو انت شايف ده وده، انهي واحد فيكم اللي حاسسه اوقع شويه؟ ايه؟ شمال. ليه قررت ان هو اوقع؟ ايه؟ وايه يعني يو بي؟ ايه اللاينز واليو بي؟ انت لو ما شفتش ده في الواقع، لو انت ما كانش عندك شباك كده ومريت عليه وشفت ان انت عندك لاينز مثلا، ان ده عباره عن سلايد خشب محطوط هنا وواحد هنا، مش هتقول عليه واقعي. بس انت عشان عينك شافته وحفظته خلاص في مخك قدرت تقول ان ده واقعي. طب تعالى كده ننزل اللي بعديه، السلايد اللي بعديه بعد اذنك. ده ولا انت اللي قلت عليه واقعي اكتر اللي فوق؟ ده فرق بسيط قوي. ده اسمه فرق ان انت تكون راجل بتهتم بالديتيلز او راجل عارف ديتيلز بس يلا يعني انا عايز بقى احط اي حاجه. ده اللي بتعمله باختصار.
بيكسار ما بتعملش اكتر من كده. لما بتيجي تشوف مثلا فيلم زي توي ستوري 1، الفيلم ده معمول في سنه 95، مفيش غلطه، الناس دي ما بتغلطش. يعني لو عنده خربشه كده تحت الباب لازم يعملها، كل تفصيله وكل حاجه لازم تتعمل. ده علشان تتعب، مش هتتعب يعني، مش هيحصل لك حاجه لما انت تضيف مسمار، لما انت تكسر شويه هنا، لما بتعمله انت بتحاكي الواقع باللي انت بتعمله. ده اسمه الليبلز بقى. ده انت ازاي ان انا اكون التصميم بتاعي قوي والناس تبص له، وازاي تصميمي يعدي وخلاص. بره بيبصوا على ده، ما بيبصوش على مجمل التصميم. في ناس بتبقى عامله تصميم مليان حاجات، بس في الاول وفي الاخر انت ما عندكش الرولز اللي المفروض تمشي عليها. رولز قاعده رقم واحد، ان انت لازم تعمل حاجه ريل. ما فيش حاجه ما ينفعش تخترع، ما تجودش الحاجه دي 60 سم تعملها 60 سم. استثناء بقى لو انت مثلا بتعمل حاجه كرتونش فبتعملها تكبر شويه، مش عارف ايه ده شكل كرتونش، دي ليها اساسيات ثانيه. فاول حاجه انا باجي بعملها لما باجي بصمم انفايرمنت، احنا اتفقنا ان انا بقيس على جسمي. انا راجل لو طول 160 مثلا، او احنا بنتكلم مثلا 170، بترسم بوكس او بتجيب موديل مثلا 3D وتحطه في السين بتاعك وهو فاضي تماما، وتبدا ترسم. عندي ترابيزه يعني ارتفاعها 80 سم، خلاص انا هعمل 80 سم. عندي مش عارف الاوضه 5 متر في 5 متر، انا بقيس على الرير كاركتر بتاعتي. وعلى حسب انت مثلا بتعمل حد هالك مثلا زي هالك، فلازم تعمل له مكان كبير شويه، فما تحاولش تجود. كل حاجه موجوده في الطبيعي، يعني الحقيقه بتقول لك يا عم ربنا سبحانه وتعالى خلق الواقع قدامك. انت عايز تتعلم الاضاءه وهنتكلم في ده، هو ما عندكش غير الطبيعه، انت بتتعلم الاضاءه منين؟ هم ما اخترعوش، كل حاجه جايه من الواقع. وده اللي انا دايما بحاول افهمه للناس، يا جماعه الموضوع مش برامج ابدا. الموضوع ان انت تكون متميز في حاجه مش موضوع برامج. سهل جدا تتعلم برنامج، البرنامج مش هياخد في ايدك شهر زي مثلا ما الناس بتقول لك روح اتعلم خد كورس مثلا 3D او اي حاجه في شهر هتتعلمه. بس ازاي تطلع منه كرييتيف، هي دي الفكره. لازم تبقى عارف ان انا طالما تخصصت بحاجه لازم ابص الحاجه دي واقعيا ايه. مفيش انسان في الدنيا انيميتور بيشتغل في مكان كبير الا لما بتكون رايح الاول بيقول لك وريني انت بتمثل، وارتجال يعني انت درست تمثيل وارتجال. مفيش واحد مودلر كاركتر ناجح في اي شركه غير لما تكون انت فاهم التشريح، تكون دارس علم التشريح حرفيا زي ما الاستاذ طارق اتكلم. لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه. فهو ده اللي بيفرقك من مصمم للتاني، وده بالظبط اللي بيخلي تصميماتك تتشهر اكتر او لا. فده بالنسبه لشغل المودلنج. طب انا بفنط المودلنج ازاي؟ معلش ممكن نرجع على تو سلايدز كده فوق واحد كمان. انا بيبقى عندي سين زي ده لما انت بتجيب مثلا كونسبت مثلا وتشوفه وتقول ايه ده الموضوع صعب وفي ديتيلز كتيره ومش عارف ايه وهعمل كل ده ازاي. بالراحه انت بتقسم الموديل بتاعك على ثلاث اجزاء. اول حاجه اسمها حجز الكتله. يعني انا دلوقتي عندي قاعه زي دي، القاعه دي فيها 1000 كرسي، بعمل 1000 بوكس تمام، بحجز اماكنهم. الكرسي ده مثلا عرضه 20 سم فانا عملت ال 20 سم وببدا احجز. بعد كده بمسك بوكس واحد من دول وابدا اعمل عليه ديتيلز، اصممه بقى اخليه بالشكل اللي احنا عايزينه ده. وبعد كده بعد ما اخلصه باخد نفس البوكس ده بعمله دوبليكيت كده وابدا اعمله بقى ايه ديفورميشن كده شويه، اكسر من هنا حته، اغير التكشر بتاع دي. فبدات ان انا اعمل كذا جزء. ده اسمه ايه؟ اسمه البروبس. البروبس موديلنج هو ان انت تاخد مثلا خشبه زي دي اللي مرميه في الارض دي وتبدا تعملها بالظبط زي الواقع بالظبط، وفي الاخر تبدا تغير الستايلز بتاعها بس في التكشر، او تخلي مثلا واحده مكسوره واحده مانيه مش عارف ايه، تعمل ثلاثه اربعه وبعد كده هوب تعمل دوبليكيت بقى وتفرشه. مش هيبان ان انت عامل دوبليكيت من الحاجه. ثاني جزء بتيجي تحجز، احنا خلاص بقى عندنا حاجات مينز، مثلا عندنا البيلدنج. انا دلوقتي انا عندي بيت زي ده، طب البيت ده انا الاول انا بقول لنفسي العصر اللي انا بستخدم فيه ده ايه؟ ما ينفعش ابدا ان انا مثلا اكون بعمل حاجه زي دي واحط مثلا حاجه مثلا في الالفينات مثلا فيها. ما ينفعش مثلا انت تجود مثلا وترمي لي مثلا كوره مثلا في شوط زي ده، انت المفروض انت بتحترم الهيستوري بتاعتك. انا بعمل ايه؟ انا بعمل حاجه لاند سكيب، فانا بعمل شغل لاند سكيب بالكالرنج بكل حاجه. لو انا بعمل حاجه هيستوري قديمه بجيب ريفرنس من حاجات قديمه، حتى منظر البيوت لازم يكون ده. البيوت زمان كانت خشبيه فلازم تعمله كده. ما كانش في زمان مثلا حديد مثلا، احنا بنقول مثلا ما فيش زمان مثلا حاجات متر، ما ينفعش تحط متر. لما انت بتوصل لده خلصته بالديتيلز بتاعته من قبل ما تحط تكتشر انت عديت مراحل كتير قوي. فدي اهم مرحله، اهم مرحله ان انت تبقى عارف انت بتستخدم ايه
وعلشان دي وتسال نفسك في كل لحظه اللي انا بعمله ده محاكي للعصر اللي انا فيه ولا لا. في ناس كتيره قوي بتغلط غلطات زي مثلا زي فيلم صلاح الدين الايوبي مثلا لما نسوا الساعه مثلا غلطه كلفتهم سنين. هي نفس الفكره ما ينفعش تغلط. ومش بتقول يا عم انا ما بتكلمش بقى على كلاينتس ولا بتعمل شغل للكلاينتس لان الكلاينتس تقريبا او الشغل في الوطن العربي بلاش ما حدش بيطلب حد. يعني انا في ناس بتبعت لي واحد بعت لي كونسبت ارت بيقول انا عايزه 3 ايام 3 ايام زي ما اعرفش بس هو كده يعني وحاجات صعبه جدا يعني. بس بره انت بتتكلم مثلا فيلم مثلا زي انكريدبلز بيقدروا له بقالهم 4 سنين رغم ان هم عندهم كل الحاجات يعني عندهم الكاركترز عندهم كل حاجه. تيك يور تايم طول ما انت بتعمل شغل بيرسونال تيك يور تايم ان شاء الله هتطلع بروجكت كل سنه بس اتعب عليه. في ناس هتقول طب انا استخدم حاجات جاهزه بس استخدم حاجات جاهزه لما تعمل شغل تجاري. بس طول ما انت بتعمل شغل لنفسك صمم انت بتحرك ايدك. لو انت قدرت تصمم كوبايه حقيقيه هتقدر تصمم مسدس حقيقي هتقدر تصمم طياره. بس تعرف ازاي تصمم. انا لما باجي بعلمك برنامج بقول لك ان انت عندك التولز دي مثلا ايديت بولي بيعمل 1 2 3 4 خلاص. ازاي بقى ان انا بصممه؟ باجي بقى بحلل بقى بقول ده بوكس ده سلندر مش عارف ايه. كل ما زودت برنامج كل ما زادت خبرتك. يعني انا الحيطه معلش خلينا نجيب الحيطه تاني دي على الكوبايه شويه. لو انا معيش الزبرش استحاله اعمل ده ومفيش برنامج في الكون. يعني السينما فور دي اعتقد دلوقتي بقى فيه سكرابت كويس يعني بس يعني زبرش في ثواني مفيش ده. بس برضه ما اجيش انا عبق بقى يعني مثلا ايه انا برضه باجي بسال نفسي الحيطه دي ايه؟ يعني بص انت لما تيجي تتعامل انا مثلا الشباك ده بتقول الخشب لونه ايه؟ اصفر وبيبقى مدهون بيبقى خالي دهان ما ينفعش انا ديسكفر يور سكيلز. هات اللي بعديها. انا من شويه جيت اكمل علشان اعمل حاجه واقعيه لازم يبقى معايا كاميرا. ده كان سلم كان في مؤتمر ديزاين جايد السنه اللي فاتت وانا طالع شفته عجبني شكله عجبني صورته. السلايد اللي بعديه عملته 3D. لو انا معيش ده مش هوصل لده. طب انا بعمل ايه بقى بصور ازاي؟ انا اول حاجه بصور الموديل بتاعي من اكتر من زاويه على حسب انا من عايز اشوفه تمام. وبعد كده بقول مثلا انا عندي تكستشر زي دي ممكن اخد عليها كلوز شويه كده صوره واتكتشرها. لو الصوره قدرت ان انا اخدها كتكتشر خلاص. لو ما قدرتش بحاول ابحث على الانترنت في موقع زي tectures.com ده من اشهر المواقع اللي تقدر تلاقي فيها تكتشرز وتبدا تجيب تكتشرز. طول ما انت عندك الحاجه قدام عينك ولامسها هتعرف تصممها بالظبط زي الواقع. فتعود دايما بكده. في ناس هتقول لك طب انا معيش انا معيش طياره مثلا او مسدس. خلاص هات ريفرنس. على الرغم ان خلي بالك بره مفيش حد في الكون يعني حتى بيكسار قبل ما بيعملوا الكاركتر بيجيبوا واحد كده نحات بينحتها وبيلبسها وبيعمل كل حاجه وبيحطها لهم كده قدامهم كده على الكمبيوتر جنب الكمبيوتر كده ويلا يا معلم ابدا صمم. بيعملوا كده. ما بيجيش من سكتش حتى ما بيصممش من سكتش. لازم تبقى الحاجه ملموسه لازم انت تحس الكاركتر ولازم تعيش الكاركتر. لما بتيجي مثلا تشوف مثلا انيميت مثلا لإليفنت او حاجه خش كده مثلا كان في الفيلم بتاع اللي هو اللي كان فيه اسمه ده اللي كان فيه الاسد والحاجه دي مش فاكر اسمه ايه بالظبط. ايه؟ ايس ايج. حاجه زي كده يعني. في مثلا الالفنت او حاجه الراجل كان بيقلد الفيل يعني بيمثل حركه الفيل وينام نفس النومه. فعارف مفيش حاجه تيجي من فراغ يعني مفيش حاجه تيجي ابدا من فراغ. خلينا ننزل اللي بعديه. نخش بقى على الحاجه اللي انا بعشقها. يعني انا بعيد عن انفايرمنت انا في مجال كبير قوي كده اسمه الكالر واللايتنج. ناس كتيره قوي ممكن يكون احسن مني كتير كمان في الموديلنج بيصمم الموديلنج حط التكشر بتاعته وعملها بالشكل الواقعي. ومعلش قبل بس ما نخش في الحته دي نتكلم بس على التكشر. احترم التكشر احترم الخامه. الصوره اللي انا جبتها من شويه بتاعه البرواز لازم تحترم الخامات بتاعتك. ما ينفعش اعملها زي اللي انا وريتها لكم على الشمال دي. ما ينفعش ابدا. ما ينفعش ترمي لي يو في كده وتقول خلاص كده خلصت. لا الشباك ده معمول من 4 سلايد اعمل 4 سلايد. في مسمار حط المسمار ديفو احترم التكتشر لان انت ممكن تبقى عامل حاجه حلوه قوي وتيجي تبوظها تماما بالتكتشر. التكتشر هعرف ازاي اذا كان واقعي ولا لا من الحقيقه من الواقع ماشي. وخلي بالك التكتشر بتعبر عن حاجات كتيره قوي هنفهمها دلوقتي في الكالر. وات از كالر؟ السؤال ده من اصعب الاسئله اللي ممكن يعني تجاوب بالعقل. وعلشان تعرف قد ايه هو صعب
شغل الفيديو. لما سألوا الناس الساينس اللي شغالين في بيكسار وات از كلر، الفيديو مدته دقيقتين كانوا اتفرجوا عليه. والصوت بقى معلش. من الاول خالص بقى معلش. والصوت. What do I think color is? What is color? I can't answer that question. What is color? Color is a sensation. Color is a very personal thing. Color is very subjective. It can trigger like a visceral response. Like if you smell bacon, no, bacon. You know, it's like if you see certain kinds of colors, it's the same exact feeling. I don't know. Ask some smart person here. Pixar. Color is a term that we use to describe a collection of attributes, hue and saturation and value, that describes how we see things. Hue is what the actual color is in the rainbow spectrum. Is it more yellow or is it more orange, bluer, redder? Value is how bright something is relative to something else. Is it white? Is it black? Is it some sort of middle gray? Saturation is how intense the color is. Is it more subdued and gray, or is it more vibrant, almost fluorescent? You know, a fully saturated color is, you know, quite eye-popping. Is my thing that you do? Color is everything to artists. It wasn't until I started working at Pixar that I think I had to think about color in a different way. You know, to. قالت كلمة حلوة قوي، قالت إن الكلر هو كل حاجة للفنان مبدئيا. يعني لما الناس اللي موجودين دول بيور ساينس، يعني دول مش ناس عاديين كاز ديزاينر، لا ديت دايركتور فوتوغرافر اللي هي شرحت بقى يعني الألوان. الناس ديت ساينس دارسين فيزيكس ودارسين طبيعة ودارسين كل حاجة. قدم شوية معلش كمان كمان كمان. بص شغل بقى. Because the choice of color is sort of critical to the storytelling process, it's really important that we understand the science of the choosing of those colors. The first thing to realize about color is that color is really made up of light. Light comprises different wavelengths of energy, and when that energy comes through our pupil onto our retina inside our eye, it becomes nerve impulses, signals, and eventually gets processed by the brain. So the light is out in the real world, the color only really exists inside your brain when you perceive it. In the rest of this lesson, we're going to dive more into the. نرجع بقى للبرزنتيشن. شفتوا اللي بيحصل؟ عمرك سألت نفسك بقى وانت بتحط إضاءة مثلا أو بتحط لون في تصميماتك، إذا كنت أنت بتشتغل 2D أو 3D أو حتى بترسم، وات از كلر؟ رغم إن ده ألف بيت تتعلمه في حياتك. لو انت ما تعرفش الوان انت مش هتعمل حاجه. بالالوان انت بتحكي كل حاجه. صوره زي دي من نفس الفيلم، فيلم اب. لما تيجي تشوف الكالر هنا، لما انت تفهم يعني ايه كالر وتعرف يعني ايه الوان صح، هتلاقي ان هنا كانوا هما كانوا لسه متجوزين، فعندك كالر فول قوي وهابي نيز ويعني فرحه فظيعه، فانت شايف الوان كلها برايتنس والوان كلها سعاده. هنا لما عرف خلاص ان مراته تعبانه وهتموت، الوان كلها درك وحزن وتعب. اللون هو اللي بيحكي بيه قصتك، اللون هو اللي بتحكي بيه التصميم بتاعك. ما ينفعش ان انا اكون عامل حاجه فيها حرب ودمار ومش عارف ايه واحط لهم شجره خضراء، انا كده بجود. لازم تحترم الطبيعه. الالوان هو يعني الراجل اللي كان بيتكلم شويه قال لك كلر سيشن، شفته حتى وهو بيتكلم قال لك اوه بيجن. الراجل هيخليك تعيط اصلا. هو بيقول لك هو بيجن، هو كان حاسس حتى الكاركتر بتقول ايه، يعني دخل جوه الكاركتر. سنسيشن احساس. الاحساس ده بيجي على اساس على علم كبير بقى اسمه علم الالوان. ماشي، لو قدرت تفهم ده، لو عملت اي حاجه، يعني في تصميمات بسيطه جدا جدا الناس عاملها، ممكن مثلا يكون حاطط مثلا ورده. لما تيجي تسال مثلا ليه لوحات زي فان جوخ والفنانين دي بتتباع بملايين، الرسومات دي فيها كلر هارموني اللي احنا هنتكلم عليه. لما في ناس بتعمل لوحات كامله من لون واحد احمر مثلا بتدرجاته،
فبدات تحس ان هو حاجه رعب وحاجه ضمان ومش عارف ايه. الالوان بتحكي قصتك من غير ما تفهم الالوان مش هتعرف. ده بقى ملوش اي علاقه بسوفت وير ايا كان السوفت وير اللي انت هتستخدمه، لازم تفهم ده. طب انا بفهم ده ازاي؟ ده بيبقى فيه سورس كتير قوي ان انت تتعلم الاضاءه واللايت. قبل ما نتكلم في الاضاءه احنا هنتكلم في الكلر، لان الكلر هو بيقول لك ان الاضاءه في العالم في العالم كله هي اللي بتحصل من البروسيسور اللي بيحصل في عينك جوه. لان عشان كده في ناس لهم عمى الوان، الحيوانات مثلا او بتشوف الوان مختلفه عننا، البني ادمين بيشوفوا الوان مختلفه، القطط بتشوف الوان مختلفه. فاللون اللي انت شايفه في الريل وورلد ده هو نتيجه البروسيسور اللي بيحصل في عينك. ده مهم اه والله العظيم مهم. ده مهم ان انا ادرسه اه مهم ان انت تدرسه عشان تبقى عارف تتعامل مع ازاي. لما تيجي تطلع تصميمك لازم تقول للناس يا جماعه انا دي قصتي، انا اعمل حاجه فيها. خلينا بقى نقلب شويه هنشوفها بعدين. طبعا هي خلاص هي شرحت قالت ان الهيو ده الالوان الموجوده في الطبيعه، اذا كان اللون ده اصفر اخضر ازرق مش عارف الناتج اللونين مع بعض primary color او secondary color. الساتوريشن هي درجه تشبع اللون، اذا كان اللون ده more brightness قوي مثلا انت بتتكلم ان هو شاين او مثلا في احمر زايد او دارك ريد شويه. الفاليو هي الكونترست، لو انت عامل حاجه فيها لو انت قافل كونترست قوي فهيبدا يخش البلاك، لو انت فاتح كونترست قوي هتبدا الوايت قوي. الحاجات دي مهمه جدا خاصه الناس اللي بتشتغل كومبوزيت، الناس اللي بتشتغل جزء لازم تبقى عارفه كلر كلر جريدنج وكلر كوركشن. لو انت مش فاهم ده لما تيجي تتعامل مع فيلم دلوقتي يعني اعتقد الاستاذ محمد عارف الكلام ده، ما ينفعش مثلا في اوقات ما ينفعش تصور بالليل زي زمان، فانت بتيجي بتاخد الشوت الصبح قرر بيجي الراجل الكومبوستر اللي فاهم الوان هوب يحط له شويه فلترز كده يخليه لك بالليل. بيحصل دلوقتي كله في كل استوديوهات كبيره يعني. فده ببساطه واتس كلر. طيب ده كده خلاص خلصنا الكلر؟ لا تعالى بقى نخش اللي بعديه كده حاجه بتخض شويه صح. اي ارتست في الدنيا 2D 3D يعني 1D حتى ما ينفعش ما يعرفش ده. للاسف هو ده اللي احنا ما بنفهموش وده اللي فارقنا عن بره. اوعى تفتكر لما انت بتشوف فيلم بيبقى كده الفيلم كل شوت فيه بيبقى فيه كلر هارموني علشان يخليك تحس احساس معين. كل حاجه انت بتشوفها في اي فيلم في الدنيا بيخليك او انت بالالوان انت اللي بتحس، هي اللي بتوصلك المسج. سيبك من القصه، سيبك من القصه. يعني انت لو قاعد بتسمع قصه بس انت مغمض عينك ومش شايف حاجه عمرك ما هتتاثر. عمرك لو جبت لك حتى اصوات رعب مش هتتاثر، عينك هي اللي بتخليك تتاثر. عشان كده سبحان يعني ربنا سبحانه وتعالى دايما انت بتحس مثلا لما انت تروح مثلا بحر او اماكن خضراء بيقول لك مثلا لو انت مخنوق روح اماكن خضراء روح بحر هتحس براحه نفسيه. صح ولا لا؟ مظبوط. دي الفكره، اللون نفسه بيفرق كتير في نفسيتك. حتى لما انت تشوف لما انت مثلا فرق كبير قوي لما تشوف السماء الصافيه قدامك بتقول الله السماء صافيه، ولما تلاقيها ملبده بالغيوم كده والدنيا هتمطر بتحس ان في حاجه كآبه. يعني حتى في الاغاني يعني بتحس ان الشيء دايما بيعبر عن كآبه. ده الكلر. هنا بقى هي معلش هي الشاشه اختلفت كده. ده اسمه الكلر هارموني او دي اسمها الكلر ويل، عجله الالوان. الناس الساينس قال لك ببساطه كده انا عملت لك اربع انواع مش عارف هم اربعه وخمسه اعتقد خمسه يعني في الكلر هارموني. كلر هارموني معناها بالعربي تجانس الالوان. معناها ايه؟ يعني انا بحط اللونين مع بعض علشان يبقوا متجانسين مع بعض. ماشي؟ يعني مثلا انا معلش هي الشاشه فيها حاجه غلط صح؟ اللون مش مظبوط يعني. يعني مثلا انا بختار الازرق مع الاورنج فانت بتتكلم في حاجه بارده وحاجه سخنه. طبعا انت لو راجل شغال 2D ما ينفعش مثلا تكون بتعمل لمطعم وتحط له مثلا مطعم مثلا جانك فود مثلا وتحط له اخضر. هبل هبل منك. لا الجانك فود بقى بتحط بقى الحاجات زي اللي انت بتشوف مثلا في ماكدونالدز مش عارف ايه بيعتمدوا على الالوان الريد الاورنج مش عارف ايه الالوان دي اسمها الوان حاره بتجوعك. لو انت في مستشفى بتلاقي الحاجات ده ايه الوان هاديه كده سماوي الاخضر مش عارف ايه حتى الاخضر ده بيقول لك هيلسي. مظبوط. هي دي الالوان هي اللي بتعبر انت عايز توصل مسج ايه في كل حاجه بقى 2D 3D اي حاجه لازم تبقى فاهم ده. في موقع اسمه كلر سبلاي، ده موقع حلو قوي بتخش كده بيتحط الناس اللي شغالين في موشن جرافيكس. في ناس اوعى تشتغل موشن جرافيكس شغل انفو جرافيكس اسف يعني شغل انفو وانت ما تعرفش تجانس الالوان. لما تدخل على كلر سبلاي وتختار كده الالوان بتاعتك انت هتنصدم، هتلاقي نفسك الحاجات اللي انت كنت بتقعد تفكر فيها اكبر حاجات بتتشهر بعيدة عن هي فيها ديتيلز قد ايه الحاجات اللي بيبقى فيها كلر هارموني. وده اللي بيبص على الناس الارتست اللي بره عامه يعني لو انت عايز شغلك يتشاف. لو انت بتشتغل انفوجرافيكس لازم تبقى المود بتاعك كله في كلر هارموني، ده الاساسي يعني. ما
ماشي. فانت بتختار مثلا الازرق في كذا نوع، في النوع الاول اسمه المتقابلين مثلا، انت بتختار مثلا ايه لونين في وش بعض، ازرق مع احمر، اصفر مش عارف مع ازرق غامق، بتختار اللون دولت لما تيجي تحطهم في التصميم بتاعك بيدوا لك احساس مش طبيعي، وهنشوفهم في اللي جاي. في حاجه اسمها ان انت بتختار اللونين جنب بعض واللون المتقابل في وشهم، في ان انت بتعمله زي سكوير كده بيبقى مربع، بتختار اربع الوان مثلا زي الاخضر والاحمر مثلا والازرق والبلو الفاتح مثلا. ده اني كتير قوي كلر هارموني، علشان بس تريح نفسك زي ما قلت لك، هو موقع كلر سبلاي ده لو انت مش عايز تقعد تدرس الالوان رغم ان انت لازم تدرسها، خش على الموقع ده هو هيوفق لك الالوان اوتوماتيك. ماشي. وبرده زي ما قلت لك لازم تبقى انت الاول فاهم انا بختار اللون ده على اي اساس، انا بعمل مود حرب. خلينا بقى ننزل على اللي بعده كده. مثلا هنتكلم في السينماتيك لايت. السينماتيك لايت هنا ده لما في ناس كتير قوي بتعمل كاركترز وبتيجي تعرضها وهو بيحط اي اضاءه. طب انت سالت نفسك الاول هو انت مش لما انت بتروح تحب تصور صوره حلوه كده مش بتروح الاستوديو بتلاقي حاطط لك اسمه ده لايت بوكس من هنا ولايت بوكس من هنا وحاطط لك باك لايت ومش عارف ايه عشان يصور لك صوره حلوه، مظبوط؟ نفس الموضوع بيحصل في الافلام لما بتيجي لو انت رحت مثلا حضرت اي ميكنج اوف الفيلم بتلاقي حاطط لك زي هنا بالظبط، حاطط لك نور هنا ونور هنا ونور هنا علشان ينور لك المشهد. الكلام ده هو بيتطبق في 3D نفسه، ما بتعملش حاجه ثانيه. بيكسار تعالى بقى ننزل سيبك من دي وننزل على بعضيات. ده قالب بيه لايتنج. لما باجي باخد اي شوت الكاركتر في فيلم انا بعمل الحاجات دي، حاجه اسمها 3 بوينت اوف لايت. اول حاجه اسمها الكي لايت. انا دلوقتي الدنيا ضلمه عندي تماما، يلا يا ابني حط لي كي لايت من هنا، نورت وشي بان اهو. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الفيل. الفيل لايت ببساطه ان هو هنتكلم مثلا هنقول مثلا ايه ان هو لون تاني بس بيبقى بدرجه مثلا 70% اخف من اللون الكي لايت. ماشي. ده عشان يديه شويه سينماتيك. واخر حاجه الباك لايت. طبعا الباك لايت دلوقتي انت بتشوف اغلب الناس اللي بيطلعوا مثلا في يوتيوب او في افلام مش عارف ايه رمي له باك لايت فتلاقيه ايه الشعر بتاعه منور كده وباين ومدي شكل حلو قوي، حتى اندري كريمر بيعمل كده يعني. ماشي. فالباك لايت ده اساسيين. التلات حاجات دولت لما انت تحطهم في تصميم ليك انت نجحت كاضاءه. مفيش حاجه اسمها ان انا بحط سورس لايت واحد، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه يعني. انا لما ده يعني مثلا شوت زي ده بيكسر مدخله الشمس، فالشمس لما نيجي نبص هنا كده بص هو كاتب لك ايه كي باونسد لايت. انا طبعا انا عامل كورس لايتنج وكان بفلوس وبدات خلاص ارفعه فري على اليوتيوب، في الاخر هتلاقوا الشانل تقدروا تتابعوه هتلاقوا مشروح فيه كل ده بالتفصيل حتى كلام عن كل حاجه. لما تيجي تشوف اللايت هنا عند اودي لو هو ما ضربش كي لايت من تحت هنا لفوق ما بقاش واقعي، لان طبيعي ان انت عندك حاجه اسمها تردد الضوء، ان الضوء نزل هنا على الارض فتردد على اقرب سطح فبدا ينور المكان، هو ده اللي بيحصل بالظبط. ورا الشباك لونه ازرق فهتلاقي الجزء اللي عند وش اودي ازرق. دولت الاساس، دولت البيزكس علشان تتعلم الاضاءه. ده بقى لو انت راجل بتصور مثلا فوتوغرافر لازم تبقى عارف ده، لازم الاستوديو بتاعك يبقى مجهز بده. طب خلينا بقى ايه، بص شايفين الالوان هنا بتعبر عن حاجات كتيرة قوي، كل لون من ده بيعبر عن حاجة. لما بتشوف هي هنا كانت زهقانة وتعبانة فهتلاقي ألوان دارك شوية الدنيا غامقة مش عارف إيه، وحاطط لك بس إيه؟ أدي الكي وأدي الريد وحاطط لك الورد. هنا برضو نفس الفكرة، مثلا هو أودي بيتكلم هو بيكلمهم في الشغل ده اللي هو عايزين يهربوا عايز يعني بيدوروا الخطة للهروب. بص الألوان دم شوية، مش حاطط لك حاجة فانتازي قوي، هنا مرعب. انا ازاي هوري لك ان الشخصيه دي مرعبه؟ زمان لما كانوا بيحطوا هات بقى الصوره اللي بعديها كده معلش اللي بعديها طب خلاص نرجع للافي معلش لما بييجوا يحطوا اضاءات مثلا عشان ابين لك ان ده مرعب ان ده الشخص ده مرعب، فكان زمان مثلا في الافلام الابيض والاسود كنت تلاقي دايما السبوت لايت جاي من تحت. السبوت لو انت حتى واقف مثلا في اي مكان كده واخترت رمي سبوت لايت من تحت كده وبتصورت هتلاقي وشك مرعب قوي، انما لو انت واقف وش الشمس كده والله جاي على وشك هتحس ان انت وشك احلى. فاللايت بيلعب دور مهم قوي. اللايت ده بقى اساسه في الاساس احنا قلنا كلر باللون بقى بلون اللايت ده انا بشرح. مفيش حاجه في الدنيا بتيجي من فراغ، اي اضاءه في الدنيا موجوده في الطبيعه، اكبر سورس في الدنيا هو الشمس. عشان اتعلم اللايت صح ابص على الشمس وابص على الاوضه، مثلا الشمس دخلت في الاوضه عندي، الاوضه دي
نزلت على السطح مثلا بلاك. البلاك انا طبعا هشرح الحاجات دي في الكورس. مفيش البلاك مثلا ما بيربطش ضوء. في مثلا وايت مثلا في ريفليكشن، كل لون موجود بيعكس حاجه. فانت لازم تفهم علم الالوان ده، وهو مش صعب يعني، لانك انت اوريدي انت عايش فيه، انت عايش فيه. انت لما بتيجي تلبس هدومك انت بتختارها على اساس الحاجه اللي مريحك نفسيا. لما انت بتروح عشان تلبس اسود، لبست اسود ليه؟ مش عايز استحناس، انت حاسه ان هو سادنس، كئيب. لو انت بتلبس مثلا بنتك مثلا بينك ليه صغيره، فرحه مبسوطه يعني. انت اوريدي انت عارف انت بتعمل ده ليه. لما بتروح الساحل بقى وتلبس شورت مش عارف ايه، تجيب كل الالوان ليه؟ انت راجل فاني بقى مبسوط قوي يعني، مش هتروح لابس لون شورت اسود يعني، فاهم؟ هي دي الفكره يعني. فانت اوريدي انت عايش جوه ده يعني، انت اوريدي يعني ربنا اصلا معلمك ده. انت بس كل محتاج تقرا بقى وتطبق ده في 3D. مش صعب، هم ما بيعملوش اكتر من كده. لما بتيجي تشوف صوره زي دي، ده موديلنج باضاءه، وده الفاينل باضاءتك بتعبر. حد عايز يسال حاجه؟ انا هنا استخدمت الاورنج والبلو. لما بتيجي تحط صوره زي دي، الصوره دي لو ما فيهاش اي موديلنج هتاخد ترند في اي حته. ليه؟ لانك اتعامل كلر هارموني. نقسم النص الاورنج اللي هو النار مع السماء والهدوء والبرود. حتى كان في فيلم مش فاكر اسمه ايه، كان عاملينه كده، البوستر بتاعه كان نار وثلج يعني. ده خيالي. واغلب التصميمات اللي نجحت في العالم يعني 3 دي او اي بوسترز هتلاقي فيها اللونين دول، اللونين دول قويين جدا يعني. ماشي؟ فتعال ننزل اللي بعديه. ده فيليج، انا مسميه شاين فيليج، قريه. انا المفروض انت بتغمض عينك كده لما تيجي تشتغل جوه 3 دي، يقول لك انت بتغمض عينك وتخش جوه المكان. انا عايز من المكان ده ايه؟ المكان ده اثري؟ طيب لازم الاول احترم الاثريات اللي فيه. ما ينفعش ان انا مثلا احط مثلا عربيه معاها، ما ينفعش مثلا احط اودي مثلا او كيا او اي حاجه. ما ينفعش احط كارت كده عربيه زي دي ومحمله تبن. ماشي؟ الحاجات اللي موجوده حواليها نفس الفكره. تيجي هنا بقى تلاقي حاجات شايني وبرايتنس، في عندي اخضر وحاجات السماء. لازم انا عايز اقول للناس المكان ده فرحه. المكان ده انت تشوف تبقى مبسوط فيه. انا ببص للناس اللي شفتها في دي، لما تيجي بقى تشوف احنا هنا برضو في نفس الموضوع. انا صممت البيز مش بتاعتي، واديت له الديتيلز بتاعتي، جبت ريفرنس كتير قوي لبيتز قديم زي ده. ما ينفعش مثلا بيت زي ده احط اطلع منه مثلا مكيف مثلا. انا كده بقى بجود. احترم الطبيعه، احترم الطبيعه بتاعتك. ده مكان طبيعي، حطيت حاجه خارج الطبيعه اكس، مهما كنت تعبت فيه لو قعدت فيه سنه. ننزل على بعدي. هيستوري تاريخ قديم، مكتبه قديمه. ما ينفعش احط فيها الوان جديده، زمان ما كانش فيه كاميرات جديده. لازم حتى تحترم الوقت اللي انت بتعمل فيه ده يعني. التاريخ المكاتب دي من الحاجات العظيمه زمان. لما تيجي تختار الالوان تختارها على الاساس ده. الالوان دي الوان هيستوري شويه. لما تيجي تشوف مثلا اي بوسترز مثلا او صوره بينتنج مثلا فان جوخ او حاجه حروب، هتلاقي فيها درجات الالوان دي. الكالر هارموني، الكالر هو كل حاجه الفنان. يا فرحتي ان انا عملت كل ده موديلنج، بس في الاخر فين الالوان؟ لو انا مخلي ده اخضر، لو انا مخلي هنا اصفر اخضر، مش عامل كالر هارموني. ايه حتى يعني حتى الراجل ده التي شيرت اللي لابسه هو مش باين هنا، هو بلو فاتح. تجانس الوان، تاتش صغير. انت قلت الراجل انا احترمت تجانس الوان كالر هارموني. اللي بعديها ساي فاي، شغل بقى الهارد سيرفيس بقى، اول حاجات اللي احنا بنشوفها في الافلام. لما تغمض عينك وتقول انا هفتح فيلم، هتلاقي دي الالوان بتاعته الساي فاي. ما يطلعش عنها بلو بقى، عارف الحاجات بقى اللي بتبقى فيها ايه شويه شغل هورور مش عارف ايه، ان انت شويه متوتر مش عارف ايه. ساي فاي برضه لازم تحترم ده. لما تيجي تشوف عندك هنا البلو، انا مختار الاخضر، لان لما تيجي تشوف في الكالر هارموني هتلاقي درجه اللون. بص انا عامل اللي هي تراينجل اسمها ايه؟ تراينجل. بص شايف فوق صغير قوي هنا في لون اصفر اورنج، وفي الجنب هنا في لون اورنج، وهنا اخضر. ثلاث الوان لما تيجي تفتح الكالر ويل هتلاقيه عامل لك شغل تراينجل كده. كالر هارموني حاجه صغيره قوي، دي بتفرق تصميمات 180 درجه. كل اللي انا بقوله ده ملوش علاقه ببرامج، كل اللي انا بقوله ده بيور ساينس. لازم تتعلمه عشان حتى لو انت بترسم تعرف تعمل ده. اللي بعديه
مكان قديم ده ده شوت من لعبه اسمها فول اوف ارمو دي لعبه مشهوره قوي يعني لما تيجي تعمل حاجه زي دي بقى لازم كده تفكر انا بعمل ده طبعا الكونسبت مختلف تماما بس الراجل اللي بيشتغل الكونسبت هو بيعمل لك حاجات بيزكس بس لما انت بتيجي تنفذ لازم تسال نفسك بقى انا بستخدم ايه الالوان عندك برضو بص الحيطه هتلاقي فيها اخضر شويه هتلاقي فيه احمر هتلاقي حتى بس هو مش باين هنا ده احمر ده اخضر لازم تعمل الكرر هارموني طب انا بقى وانا بعمل في حاجه اسمها ديتيلز انت المفروض في مكان ضايع زي ده انت دخلت دلوقتي دخلت عند محل حداده اول حاجه هتشوفها في الارض ايه صديد صح اللي بينزل من الارض اللي بينزل من الشغل بتاعهم ما ينفعش ان انا اعمله الارضيه دي بتلمع وما ينفعش ان انا اعمله الارضيه دي ما فيهاش شويه الرمل والحاجات دي دول بص غمض عينك وما تبصش على اللي فوق خالص بص على الارضيه لو انت راجل ارتست هتقول ايه ده ايه دي اتعملت ازاي خلاص صمت تعبك على الديتيلز اهم من اي حاجه في الدنيا لما بتيجي تشوف ده مش كي لايت واحد انا مدخل شمس الشمس من طبيعتها قلنا انها ان هي بتضرب فوق طبعا برامج 3 دي دلوقتي زي يعني الريندر زي الفي ري وكده بقت توفر الموضوع ده في جي اي بس في الحقيقه مثلا في بيكسار او الكلام ده بيعملوا اللايت كله مانوال زي بالظبط ما انا يعني انت مثلا داخل فيلم باجي بقول لك تعالى مهندس اضاءه صن اعمل لي الفيلم بالشكل ده حط اللايت هنا لايت هنا لايت هنا سيبكم مثلا زي مسلسل الاسطوره اللي حطت لك في الحاره الوان فوشيا والوان زرقاء ده بلح عمرك ما شفته في حياتك حاره او انت مثلا قاعد في بيت حاره وحاطط لك وراها باك لايتس يعني ده تخلف في الاخر مباني امن الدوله اللي بيطلعوها لنا في الافلام وشركات كبيره بتبقى ناتجه الافلام دي ما بيجي يعملها بمبنى امن الدوله حاطط لك فيه اضاءه زرقاء او حمراء ربنا ما يدخلنا امن الدوله ابدا يعني بس ما فيش اسم في الدنيا حاطط لك الالوان دي يا اخي ما تحترم الطبيعه احترم ده ما بتحترموش ليه؟ لا انا بجود عشان اطلع الفنان شكله حلو مش مهتم بالمكان اصلا انا مهتم بالفنان ماشي اللي بعديها اخر جزئيه بقى معلش اديني بس حاجه بعد ما خلصنا كل ده بقى نيجي مرحله بقى الراجل الدايركتور بقى اللي بيعمل الكاميرا انت بعد ما خلصت الشوت بتاعك خلاص كده خلصنا لا انت عندك كاميرا انت مش بتحط كاميرا عشان تلقط الشوت بتاعك صح انت عمرك في حياتك ما هتلقط اي حاجه في الدنيا دي غير لما يبقى معاك كاميرا لو اي حد بيستخدم الكاميرا كده لما بيجي بياخد شوت كده بيلاقي لك ظهر لك خطوط كده ناس كتيره قوي عمرها ما فكرت هي ايه الخطوط دي حتى في الموبايل الجريد لاينز في ناس كتير ما تعرفش دي ايه ودي اهم حاجه في التصميم ده كله دي حاجه اسمها الرول اوف ثيرد او القاعده الثلاثيه في التصوير باختصار معناها ايه معناها بيقول لك ان انا بقسم الشوت بتاعي مربعات زي دي دي موجوده في اي كاميرا في الدنيا ولو انت راجل شغال في 3 دي بتعمل الخطوط دي في برامج 3 دي وعلى اساسه بتحط الهيرو بتاعك او الشخصيه بتاعتك او الحاجه بتاعتك في التصميم ده مثلا انت راجل دلوقتي بتتكلم بتوجه نداءك للكاميرا فانت واقف في النص ولازم تبقى في النص بالظبط طيب اللاينز دي بتتعمل ازاي بيقول لك ان انت مثلا في لاينز لازم تقطع لو انت مثلا واقف مثلا ايه في السايد في السايد ده لازم اللاينز ده يقطع عند وش نص وشك بالظبط ولازم اللاينز اللي تحتيه تقسمه ان هو يقطع عند كتفك ولازم اللاينز اللي تحتيه لازم يقطع هنا لو الشوت بعيد شويه لازم يقطع عند رجلك لو دخلت كتبت رول اوف ثيرد هتلاقي مش يعني مفيش اي حاجه في الدنيا اتعملت صح غير لما يكون فيها رول اوف ثيرد كل شوت بيكسار بيتعمل بالرول اوف ثيرد بلس حاجه اسمها لاينز اوف فوكس بقى لاينز اوف فوكس دي معناها ايه معناها بقول لك ان انا ساحر انا باخد عينك كده وبخليك تبص هنا هوب عايز اقول لك هنا باخد عينك وبخليك تبص هنا عافيه دي اسمها رول اوف ثيرد هنا دي اللاينز اسمها الرول اوف ثيرد هو بيرمي عليهم بتاع فانا عايزك تركز هو بيرمي ايه انا هو مش مهم عندي ان هو الراجل دلوقتي ايه لا انا عايزك تشوف ان هو مطلع كده تشاين من حاجه منه طلعتها منه وفي نفس الوقت عامل لك بقى رول اوف ثيرد ان الحاجات ورا كلها بتخشع ليه الراجل ده دلوقتي المفروض في مركز قوه مركز قوه هو واقف في التلت اليمين ده مركز قوه وفي نفس الوقت الحاجات كلها اللي حواليه خلاص يعني انا خاضع ليك موضوع كبير مش مجرد ان انا داخل اتعلم في الدين ويلا وكل ده سهل كل ده متاح دلوقتي عليك احنا زمان انا قعدت سنين عشان اعرف اتعلم انا زمان
قعدت مثلا اول 4-5 سنين عشان اجمع 350 جنيه عشان اشتري كتاب عشان اتعلم منه 3D Studio Max. ما كانش في لا جوجل ولا يوتيوب ولا الكلام ده خالص. فدلوقتي انت كل حاجه عندك متاحه. طب ايه اللي مش عايزك تخليك تتعلم؟ لا يا عم انا ما شاء الله دلوقتي بشوف ناس خدت كورس النهارده ثاني يوم عم يكون سينيور جرافيك ديزاينر ارت دايركتور وسي او كمان يعني. والله العظيم بجد بشوف كده. انت يا ابني وصلت ده امتى؟ انا خدت كورس شهرين ده انا بص بقيت برنس عشان قلت. تعالى بقى اقول له خد بروجكت كده واعمله مش هيعرف. هينزل بلوك 90% هينزل بلوكات جاهزه ولا بتاع عشان هو اتعلم غلط. ماشي؟ فده الجرافيكس يا جماعه ده الجرافيكس المفروض ان احنا نعلمه للناس. انا الكورس بتاعي دلوقتي برفعه كله فري كل حرف من ده مشروح فيه. ماشي؟ هتلاقوه متاح على اليوتيوب وبرفع انا رفعت اول 7 دروس نظري لان لما الناس اشترت ثابت النظري الهري اللي انا قاعد مهري معاكم ده وراح ينزل على العمل على طول. هو برضه عايز يقلدني برضه مصمم ان هو يقلدني رغم ان انت لو اتعلمت ده انت هتبقى احسن مني من مره. حاجه اخيره معلش هتكلم عليها بس نشوف في حاجه تعالى. دولت المواقع طبعا جلوبال ورك شوب ديت من اكبر المواقع اللي فيها تيوتوريالز الناس عايزه تتعلم اي مجال بقى اي مجال هتلاقوه موجود عليه. سي جي اكاديمي برضه وماستر اكاديمي وديجيتال تيوتورز وده الارت ستيشن والبينانس واليوتيوب. حاجه اخيره بقى عايز اقولها لكم اللي واقف قدامكم ده ربنا ما خلقوش بأي مواهب حرفيا. انا انسان عادي جدا لا عمري في حياتي تخيلت ان انا هبقى مصمم جرافيكس ولا اي حاجه. انا كنت بلعب كوره وهوب رحت الاهلي شويه ابويا راسحني من الاهلي قال لي لا انت مش هتلعب. بالصدفه شفت واحد صاحبي قاعد بيشتغل على الفوتوشوب كان شغال على صور هيفاول وانا بصراحه مش عارف انا حبيت هيفاول حبيت الفوتوشوب بصراحه يعني. بس يعني حبيت الموضوع يعني. فاتعلمت ده بدات اتعلم الفوتوشوب وقعدت سنين بقى ايه زي اغلب الناس بخش البرنامج ده على البرنامج. انا اشتغلت كل حاجه اشتغلت 3D واشتغلت افتر افكت وحتى اندرو كريمر اتعلمت منه اشتغلت كل حاجه. بس جيت في 2009 كده سالت نفسي انا من 2002 وانا بتعلم وانا قاعد بضيع وقتي طبعا بضيع وقت في حاجات كتيره بقى يعني بتاع شباب في البنات والحاجات دي مش عارف ايه اللي انا دايما انا مقتنع ان بيبقى وانت صغير انت محتاج تستغل كل وقت. في سؤال غبي قوي ناس بتساله انا هاخد وقت قد ايه واتعلم؟ اوعى تسال السؤال ده. ربنا خلقك بقدر استعجال واحد بيحب الرياضه وواحد بيحب العربي. انت كل لحظه هتقضيها على الجهاز انا حرفيا كنت بقعد 16 ساعه على الجهاز واكتر والله العظيم واكتر. انا شلت ملاحي في اولى ثانوي وثانيه ثانوي وخلصت الثانوي وما كملتش. انا مش خريج كليه انا خلصت ثانوي وقلت انا مش مكمل عشان اكمل في مجال الجرافكس. الشغف لازم زي ما محمد اتكلم في الاول قال لك لازم يكون عندك شغف وحلم. لو انت عايش كل ده بقى من دون حلم انسى ان انت توصل. انا ناس كتيره قوي انا لحد اللحظه دي في ناس بتحاول تشاركني حد بيكلمني يقول لي يا عم انت ليه عايز تعمل بيكسار يا عم ما تعملش شركه زي بيكسار. يا عم انت ما بتفتحش حاجه عن بيكسار. انا شغلت فيديو مدته دقيقتين ده ولا حاجه في بيكسار ده ولا حاجه. بيكسار مش مجرد شركه زي اللي احنا بنشوفهم لا الناس دي بيور ساينس. انا بقى دلوقتي حلمي ان انا عايز ادرس الحاجه اللي انا بحبها والاكتر حاجه كنت بسقط فيها الرياضيات والساينس والحاجات دي انا لسه اتعلمهم دلوقتي عشان اوصل لهم. احنا اللي انا فيه دلوقتي اللحظه اللي انا واقف فيها دي حلم انا كنت بحلمه زمان. انا عمري في حلمي كنت اتخيل يعني كنت بقول هو انا في يوم من الايام شغلي بس هيتعرف كده والناس بتعمله شير ده. ربنا قال لك وليس الانسان الا ما سعى وان سعى يوصل في يراه. لازم تسعى ما ينفعش اقول ان انا بحلم وما بسعاش. اسعى وهتوصل لحلمك والله العظيم ما في حاجه في الدنيا هتحلم بيها لما تحققها. قانون الجذب اللي اتكلم عنه محمد في كتاب اسمه السيكريت كده وفي فيديو مراجع عليه الكلام ده مهم. قانون الجذب انا حاطط انا على اللابتوب بتاعي لو فتحته دلوقتي هتلاقي عليه لوجو بيكسار البي سي بتاعي عليه بيكسار طلعت تيشيرت بيكسار انا عايز اوصل لبيكسار. انا بقى بحلم بيكسار عايز اشوف فيها عشان ده حلمي عايز اوصله. سيبك بقى من هوصله امتى دي بتاعت ربنا ان شاء الله وانا عندي 50 سنه. بس اتاكد مش هتموت غير لما ربنا يحقق لك حلمك. ليه؟ عشان يوم ما تقف قدام ايد ربنا مش هتقول يا رب انا كان عندي حلم وانت ما حققتليش ابدا مش هيكون لك حجه ابدا. اعرف اتاكد من ده. فطول ما انت عايش حاول والتوفيق ده بتاع ربنا. هتقع مره واثنين انا لحد اللحظه دي بقع وبقوم. انا لحد السنه اللي فاتت الناس اللي متابعانا على الفيس في مره انا طلعت في فيديو في شهر اعتقد نفس الشهر ده كنت ببكي فيه بقول لهم انا مخنوق تعبان انا مش عارف اعمل ايه بدون سبب كده. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقولها في وسط كل ده لو اهلك بيحبطوك الناس كلها بتحبطك هتلاقي في الاخر ربنا اللي بعت لك حاجه. انا شرف ليا جدا ان انا متجوز انسانه عظيمه زي دي بجد هي اكتر واحده وقفت جنبي وهي اكتر واحده حست بيا.
كتير قوي كنت ببكي وكنت بقى انا لحد من كام شهر كنت بقول لها انا خلاص احبطت انا لحد لحظه بطفي من شركات يعني ببعت لشركات بره وبيبعتوا لي يقول لي نشوفك السنه الجايه ان شاء الله يعني ما عندناش فرصه يعني وبقى وما فيش حد فيهم لحد قلبي يقبلني يعني ولحد لحظه انا ما اشتغلتش في شركه بعمل فيها الشغل اللي انا بحبه الا مؤخرا دلوقتي بقى بشتغل حاجات فريلانس كده يعني للناس يعني هي اللي كانت دايما تقعد تقول لي اللي انت فيه دلوقتي ما كانش اللي انت فيه من كام سنه انت بتكمل وانت شوف الناس والدعم فلازم اتاكد ان انت هتلاقي حد بيدعمك فمهما احبط صدقني انا اللي انا حكيته ده ولا حاجه يعني انا حصلت لي حاجات في حياتي وما زالت بتحصل لي ما تفهمش هي بتحصل ليه بس هو خلاص ربنا كده كده بس يوم هتوصل لحاجه انت كان نفسك فيها انت بتحس ان كل ده اختفى من حياتك بتفتكره بقى ذكره وبتقول الله ده انا كنت بعمل ده فتاكدوا ان انت طول ما انت عايش وبتحلم على حاجه هتوصل لها لو عايش بقى بدون حلم انت مش هتحلم غير نفسك يعني فاحلم احلم هتوصل يعني وشكرا جدا